السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي. في هذا الفيديو رقم 3 والأخيرة من شابيتر رقم 4 لو كونت، المادة ديال لا كونتابيليتي جينيرال السنة الأولى بكالوريا، وكذلك بعض التخصصات الأخرى. في هذا الفيديو غنشوفوا النوع الأخير من لي كونت، واللي هو لو كونت شيماتيك. نبداو على بركة الله. لو كونت شيماتيك أبلي أوسي كونت أون تي أو بيان غون ليفر est un compte dont l'objectif est d'enregistrer les opérations de l'entreprise d'une manière simplifiée et claire. Alors, le compte a un autre nom. Compte schématique qui est un compte en T. La forme dialo est à la forme alphabet T ou bien grand livre. Alors, quand on dit le compte schématique, c'est qu'on a un autre ونسامبليفيو، يعني اننا نسجلو لي زوبيراسيون ديالنا بواحد الطريقه اللي سامبل، يعني بسيطه. الوغ هنا عندي اكزومبل ديال كونت بانك ا كونت شيماتيك دو لونتربريز باهيه اس ا. فوالا الكونت شيماتيك. عندي هنايا لا بارتي دي في، عندي لا بارتي كريدي. بالنسبه للوسط هنا كنكتب لو نيميرو دو كونت اي لانتيتولي دو كونت، يعني السميه ديال لو كونت. اول حاجه كنبدا بها لو سولد انيسيال، الا كان عندي فين كنلقاه، سواء يعطيوه ليا في المعلومات، يعني غيقولوا ليا باللي البدايه ديال لا بيريود كانت يعني لو سولد قدا وقدا، هذيك لو سولد اللي غيعطيو ليا كنسجلو كوم لو سولد انيسيال، يعني لو سولد انيسيال يعني به باش كنبدا، يعني هو لو سولد اللي كيكون عندي في الاول قبل من لي زوبيراسيون. الوغ هنا عندي لو سولد انيسيال حطيتو في الدي بي، علاش؟ حيت لو كونت داكتيف ديما لي زوبيراسيون اللي كيكونوا ديجا عندي كيكونوا مسجلين في الدي بي. هنا 5 في شهر 1 لونتربريز شرات دي ماتيير بروميير بار شيك بانكير. الوغ شرات دي ماتيير بروميير يعني خلصات بار شيك بانكير، وبالتالي لو كونت بانك دو لونتربريز غينقص. وقلنا لي كونت داكتيف ملي كيتنقصوا لي مونطون ديالهم كنسجلوهم في الكريدي. هنا 10 في شهر 1 لونتربريز دارت واحد لو روتري، يعني خرجت الفلوس من البنكه باش تعمر بهم لا كيس. الوغ البنكه ديال لونتربريز او الكونت بنك ديال لونتربريز نقص، وبالتالي 5000 درهم غنسجلها في لابارتي كريدي. 18 في شهر 1 فونت دو برودوي فيني، يعني باعت دي برودوي فيني باغ شيك بونكير. الوغ النهار اللي كنبيع وشديت شيك بونكير، وبالتالي عندي لو كونت بونكير تزاد، يعني ملي غيتزاد ليا لو كونت بونكير غنسجل لابارتي ديالي، غنسجلها في الدي بي. 22 في شهر 1 لا كليونت ويسال خلصتني في واحد لابارتي دو كريونس اللي كنت كنساليها، وبالتالي هذيك الشيك اللي عطاتو ليا غنزلو في الكونت بونكر ديالي. الوغ لو كونت بونكر ديالي غيتزاد، الوغ غنسجلها في لابارتي دي بي. 25 في شهر 1 عندي ريباراسيون دو كاميون، صلحت الكاميون، خلصت اللي صلح لي الكاميون باغ شيك بونكار. الوغ الكونت بونكار ديالي نقص، وبالتالي زممتها في لابارتي كريدي. 31 في شهر 1 خلصت لي سالاري ديالي، داك السالير اللي خلصت راه خلصتو باغ فيغمون بونكير، يعني تحويل بنكي، وبالتالي لابارتي غنسجلها في الكريدي حيت الكونت بونكار ديالي نقص. في الاخر ديال لا بيريود غنحسب لو سولد كيف العاده، غنشوف لابارتي اللي عندي كبر غنقص منها لابارتي اللي عندي صغر. هنا عندي لا بارتي دي بي كبر من لا بارتي كريدي، وبالتالي غنجمع لي مونطون اللي عندي في الدي بي، غنقص منهم لي مونطون اللي عندي في الكريدي، داكشي اللي خرج ليا غنحطهم في لا بارتي اللي عندي فيها النقص باش نشوفو ليكيليبر، باش في الاخر يتحقق ليا ليكيليبر في الكونت. الوغ هنا هاد 70000 الى زدت عليها هاد لي مونطون اللي عندي هنا وقارنتها مع لا بارتي دي بي، غنشوف وغنلقى بلي الكونت عندي ايكيليبري، قد اللي عندي في الديبي قد اللي عندي في الكريدي. ولو سولد ديبيتور، علاش؟ حيت لا بارتي ديبي هي اللي غلبه على لا بارتي كريدي. دابا غندوز ونشوف لي تيرمينولوجي دو باز اي رومارك، يعني لي تيرم اللي كيتستعملوا بزاف في لو كونت. اولا عندي ديبيتي ان كونت. شنو كتعني ديبيتي ان كونت؟ سي لو فيت دانسكريغ اون سوم او ديبي دو كونت، يعني هي انني كنشد واحد المونطون كنسجلو في لابارتي دي بي ديال هذاك لو كونت، يعني هذه هي المقصود باننا نديبيتيو ان كونت. العكس كريديتي ان كونت سي لو في دانسكريغ اون سوم او كريدي دو كونت، يعني العكس ديال ديبيتي ان كونت كريديتي ان كونت، يعني كنشد واحد لو كونت كنكريديتي، يعني كنزل فيه واحد لا سوم في لابارتي كريدي. اريتي ان كونت
c'est le fait de calculer le solde d'un compte en clôture de période. يعني في الاخر ديال لا بيريود سواء الشهر سواء العام غالبا كيكون العام كنحسب له صولد. هذاك لو صولد اللي كنحسب كيتسمى درت واحد لاغي دو كونت، يعني ديك لو كونت وقفته. لو صولد دان كونت سي لا ديفيرونس اونتر لا بارتي ديبي اي سيل دو كريدي، يعني هو الفرق ما بين ديبي والكريدي، سواء ديبي ناقص الكريدي سواء الكريدي ناقص الديبي. يعني ديما كنشوف لا بارتي اللي عندي كبر كنقص منها لا بارتي اللي عندي صغيرة. Le solde d'un compte est placé dans le côté opposé de sa nature pour avoir un équilibre. يعني il a خرج لي ديبي كثر من الكريدي كنمشي نحطه في الكريدي، il a خرجت لي لا بارتي كريدي كبر من لا بارتي ديبي كنمشي نحطوها في الديبي، يعني ديما في لو كوتي اوبوزي، يعني في الجهه المعاكسه. ندوزو دابا ونشوفو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. هاد لو برينسيپ هذا نقدر نعتبره كعمود فقري ديال لا كونتابيليتي جينيرال. علاش؟ حيت بالفضل ديالو تقدروا تفهموا كاع الدروس اللي جايين ان شاء الله. نبداو على بركة الله. دابخي لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل توت اوبيراسيون انتيريس او موان دو كونت، لان اي ديبيتي الوغ كو لوتر اي كريديتي دو ميم مونطون. لورسك اون اوبيراسيون كونسيرن بليزيور كونت، لو توتال دي مونطون انسكري او ديبي دوا اتر ايغال او توتال دي مونطون انسكري او كريدي. يعني بالنسبة لو برانسيب دو لا بارتي دوبل شنو كيبغي يقول لنا؟ يعني اي اوبيراسيون الا راه فيها جوج ديال لي كونت، مينيموم راه فيها جوج ديال لي كونت، يعني مينيموم اقل حاجة راح نقدر انني نجبد منها جوج ديال لي كونت. نعطيكم اكزومبل، غوتخي دو لا بانك بوغ الي مونتي لا كيس، يعني جبت الفلوس من البنكة باش نعمر بهم لا كيس. الوغ عندي هنايا لو كونت بانك ولو كونت كيس. كذلك اشا دو مارشانديز باغ شيك بانكير، هنا عندي كونت اشا دو مارشانديز وعندي بنك. يعني اي اوبيراسيون مينيموم اضعف الايمان خاصني نجبد منها جوج ديال لي كونت. لان اي ديبيتي الوغ كو لوتر اي كريديتي دو ميم مونطون، يعني هادوك جوج ديال لي كونت واحد كيتحط في الديبي واحد كيتحط في الكريدي بنفس المونطون، يعني بنفس المقدار باش يكون عندي ليكيليبر، حيت الغايه في الاخر هو انني نلقى ليكيليبر. Lorsque une opération concerne plusieurs comptes, le total des montants inscrits au débit doit être égal au total des montants inscrits au crédit. يعني في الحالة إذا كانوا عندي بزاف ديال لي كونت مثلا 3 4 5، راه هادوك اللي كيكون عندي في الديبي خاصهم يكون التوتال ديالهم كيساوي لي كونت اللي عندي في الكريدي. علاش؟ باش يكون عندي ليكيليبر. مثلا يقدر يكون عندي جوج ديال لي كونت في الديبي وثلاثة ديال لي كونت في الكريدي، او لا واحد الكونت في الديبي وثلاثه ديال لي كونت في الكريدي، ولكن التوتال ديال الديبي خاصو يكون كيساوي ليا التوتال ديال الكريدي. ديما الا خرج لك الديبي كبر من الكريدي او الكريدي كبر من الديبي، عرف عندك اكريتور كونطابل ايغوني، يعني غلطه. نشوفوا اكزرسيس باش تجيدو تفهموا هذا الشيء اللي قلت اكثر. ثلاثه في شهر واحد عندي فونت دو برودوي فيني او كليون سهيل اكريدي بوغ ان مونطون دو 35000 درهم. 14 في شهر واحد اشا دو ماتيغ بروميير بوغ 60000 درهم، موتي ريغلي باغ شيك بونكار لو ريست اكريدي. 19 في شهر واحد بايمون اون اسبيس 2000 درهم اون فام دو ميناج. 25 في شهر واحد بايمون دون بارتي دو لا ديت فورنيسور باغ شيك دو 10000 درهم. 27 في شهر واحد بايمون باغ فيرمون بونكار دي سالير دو سو موا بوغ 9000 درهم. 29 في شهر واحد فونت دو برودوي فيني بوغ اون سوم دو 80000 درهم، 50% اونكاسي باغ شيك بونكار لو ريست اون اسبيس. نشوفو لا ريبونس. هنا كيف ما كتلاحظو لي كونت عندي مرتبين على حسب لي كلاس، يعني بديت بالكلاس 3، كلاس 4، كلاس 5، كلاس 5، كلاس 6، كلاس 6، كلاس 6، وفي الاخير عندي هنا كلاس 7. نبداو بالاوبيراسيون الاولى. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بلي عندنا واحد الفونت دو برودوي فيني او كليون سهيل اكريدي. هذا المونطون اللي عندي ديال لي فونت دو برودوي فيني غنسجلو هنا في لا بارتي كريدي، حيت لي فونت سو سون دي برودوي. القاعده كتقول لي برودوي ملي كيتزادوا لينا كنسجلوهم في لي كريدي. 3 في شهر واحد فوالا 35000 درهم. الوغ 35000 درهم اكريدي لمن بعناها لو كليون. ديما ملي يقول لك اكريدي لو كونت اللي غتستعمل هو كونت كليون،
فوالا 3 في شهر واحد 35 ألف درهم، فوالا كليون نيميرو دو كونت ديالو اللي كاين في البلون كونطابل 34 21. حيت قلنا لو برانسيب دو لا بارتي دو، شنو كيقول لنا؟ يعني اون فوا واحد الكونت كتكريديتيه لاخر كديبيتيه، او لا الى ديبيتيتي واحد الكونت، واحد الكونت لاخر كتكريديتيه، يعني باش يكون عندك ايكيليبر. ندوزو لوبيراسيون سويفونت. عندي 14 في شهر واحد اشا دو ماتيير بروميير ب 60 ألف درهم، موتي ريغلي باغ شيك بونكار، لو غيست اكريدي. فوالا لو كونت بونك 14 في شهر واحد 30 ألف درهم، حيت قالوا لنا شرينا دي ماتيير بروميير، خلصنا النص، يعني لا موتي، لا موتي هو النص، خلصنا النص باغ شيك بونكار، لو غيست اكريدي. فوالا 14 في شهر واحد 30 ألف درهم، حيت هنا في الحالة شرينا ماشي بعنا، ملي كنشريو كنشريو من عند لو فورنيسور، وملي كنبيعو كنبيعو للو كليون. يعني في هاد الحالتين ملي غيقول لك اشا ولا الفونت اكريدي، الا كان لاشا كتستعمل الكونت فورنيسور، الا كان الفونت كتستعمل الكونت كليون، حيت لو كليون هو اللي كنبيعو ليه والفورنيسور هو اللي كنشريو من عنده. الوغ هنا 14 شهر واحد 30 ألف درهم، علاش لو كونت فورنيسور درناه في الكريدي؟ حيت تو سامبلومون ايتان كونت دو باسيف، اي لي كونت دو باسيف ملي كيتزادو لينا راه كنسجلوهم في الكريدي، حيت هاد الكونت فورنيسور شنو كيمثل؟ كيمثل هاديك لا ديت، يعني دوك الفلوس اللي كيسال ليا الفورنيسور اللي شريت من عنده دي ماتيير بروميير. فوالا سجلتو في لا بارتي كريدي، و لوتر موتي سجلتو في لا بارتي كريدي ديال الكونت بانك، حيت لو كونت بانك نقص ليا، حيت الكونت بانك كونت داكتيف، ولي كونت داكتيف ملي كيتنقصو كيتنقصو في الكريدي. ندوزو لوبيراسيون سويفونت. عندنا قالوا لينا باللي خلصنا لا فام دو ميناج اون اسبيس. لا فام دو ميناج الكونت اللي كنستعملو هو ابوانتمون اي سالير 61 711. فوالا 19 في شهر واحد عندي 2000 درهم خلصتها. باش خلصتها اون اسبيس، الاسبيس هو لا كيس، يعني كاش فلوس. فوالا لو كونت كيس غينقص ليا 19 في شهر واحد 2000 درهم. علاش زممتها في الكريدي؟ حيت لو كونت كيس اذا كونت داكتيف، ولي كونت داكتيف ملي كيتنقصوا ليا كنسجلوهم في لا بارتي كريدي. ندوزو لوبيراسيون ديال 25 في شهر واحد. قالوا لينا بلي خلصنا واحد لا بارتي من لا ديت فورنيسور. لا ديت فورنيسور قلنا هي الفلوس اللي كيسالوا لينا الفورنيسور اللي كنشريو من عندهم، سوا دي مارشانديز سوا دي ماتيير بروميير. الو لا بارتي فورنيسور غنسجل 10 ألف درهم في لا بارتي دي بي 25 في شهر واحد. فوالا هنا خلصت واحد لا بارتي من لي ديت فورنيسور، يعني لي ديت ديالي الديون اللي عليا راح تنقصوا، وبالتالي غنسجلهم في لا بارتي دي بي ب 10 ألف درهم. فوالا باش خلصتهم، خلصتهم اون اسبيس، يعني بلا كيس 25 في شهر واحد. فوالا لو كونت كيس غيتنقص ليا، وبالتالي غنسجلو في لا بارتي كريدي ب 10 ألف درهم. ندوز لوبيراسيون ديال 27 في شهر واحد. قالوا لينا بلي خلصنا باغ فيغمون بونكار دي سالير دو بيرسونيل. فوالا ريمونيغاسيون دو بيرسونيل، هذا هو لو كونت اللي كنستعملو في لوكا ملي كنخلصو دي سالير 61 71. فوالا 27 في شهر واحد 9 ألف درهم. هذا الكونت هذا ايتان كونت دو شارج، والمصاريف ملي كيتزادوا لينا كنسجلوهم في لا بارتي دي بي. باش خلصنا هاد لي ريمونيغاسيون هادو خلصناهم باغ شيك بونكير ولا باغ فيغمون بونكير، يعني تحويل بنكي. فوالا 27 في شهر واحد لو كونت بونكير ديالي غينقص ب 9 ألف درهم، وبالتالي غتكون عندي هنا لا بارتي دي بي 9 ألف، لا بارتي كريدي 9 ألف. ندوز لوبيراسيون ديال 29 في شهر واحد، وهي اخر اوبيراسيون اللي عندي في هذا الشهر. فوالا قالوا لنا باللي لونتربريز دارت واحد لوبيراسيون ديال فونت دو برودوي فيني، يعني باعت دي برودوي فيني. المونطون اللي باعت به هو 80 ألف درهم. هاد 80 ألف درهم كتمثل بوغ لونتربريز دي برودوي، يعني مداخيل. هاد المداخيل ملي كيتزادو كيتسجلو في لابارتي كريدي. فوالا 29 في شهر واحد 80 ألف درهم. باش تخلصنا في هاد لي برودوي فيني، قالوا لينا بلي اونكيسي 50% باغ شيك بونكير. فوالا كونت بونك 51 41 29 في شهر واحد 40 ألف درهم، يعني 50% ديال 80 ألف درهم، يعني النص ديال 80 ألف درهم، وهي 40 ألف درهم. فوالا سجلتها في لابارتي دي بي حيت لو كونت بونكير ديالي تزاد. اي لوتر مواتي اي
encaissé par espèce. يعني لا كيس ديالي كذلك غتزاد 40,000 درهم، اللي هي 50% ديال 80,000 درهم. كان معكم الأستاذ فتحي، نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذه لابارتي اللي مهمة بزاف. على فيديو بروشان إن شاء الله.